مرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في ثقافة. ماراثون الدراما الرمضانية انطلق لتحتدم المنافسة بين النجوم من الأجيال المختلفة في أعمال تنوعت بين الدراما الوطنية، الاجتماعية، الكوميدية، التاريخية والدينية. أعمال كانت انطلاقتها متفاوتة بين القوية المشوقة، العادية والمخيبة لآمال الجمهور العربي. وكالعادة الجدل حام حول بعض الإنتاجات التي أثارت الجدل ورفعت عليها الدعاوى القضائية، وأخرى أصبحت مهددة اليوم بإيقاف عرضها. ولما ناقشت واقع الأعمال الدرامية العربية بعد أيام على طرحها، أرحب بضيفنا من مصر الناقد الفني خالد عاشور. أهلا وسهلا بك سيد خالد على شاشة الجزائر، ورمضان كريم. رمضان الله أكرم، أهلا بالجزائر وبالوطن العربي كله، ورمضان كريم على الأمة الإسلامية كلها وعلى العالم كله. بداية وبشكل عام، كيف كانت انطلاقة الدراما الرمضانية العربية لهذا الموسم؟ السنة دي للأسف برضو بتعاني من نفس المشاكل اللي بتعانيها من كل سنة. في خيبات في مسلسلات، في إنتاج غزير مثلا، خاصة في مصر. في مصر احنا عندنا أكثر من 32 عمل للأسف أغلبهم مخيب للآمال. بنتجه إلى من المحيط للخليج، للأسف برضو في مشكلة في الدراما العربية ما بين الاقتباس وما بين الإعادة والتكرار بنفس ذات المواضيع بنفس الأخطاء السابقة، بيقعوا فيها بنفس الأسلوب للأسف. ولكن ينجو بعض الأعمال الدرامية في مصر هنا، يعني في بعض الأعمال المبشرة، وإحنا لسه لازلنا في الأيام الأولى من العرض الدرامي رمضاني، ولكن في أعمال أثارت لبس يعني لغط عند الناس، وخاصة الأعمال التاريخية. إحنا عندنا مشكلة في الأعمال التاريخية أو الأعمال التي تستند إلى جزء من التاريخ، زي سر الباتع والمأخوذ عن قصة قصيرة لليوسف إدريس، للأسف به بعض الأخطاء الكثيرة، وللأسف برضو أخطاء إخراجية، أخطاء تصوير، أخطاء راكورات. بالنسبة للأعمال الباقية، يعني الـ 32 عمل، أغلبيتها يعني 3-4 أعمال بيعتمدوا على بلغة المصريين البلطجة أو بلغة إخواننا في سوريا والشام، الشبحنة. فالمنتج بيستسهل. حتى في بعض الدراما التونسية، وبرضه في يعني في آثار الجدل على مسلسل فلوجة أو فلوجة، للأسف تحس إن الدراما كلها بتنتحي إلى إنه تعمل لغط ولا يعني لا تواكب العالم أو مشاكله، في حين إنه مثلا مسلسل تونسي زي الجبل الأحمر بيناقش قضايا بمشاكل جديدة برؤية جديدة. مثلا عندك الدراما التونسية الجزائرية، في حارة الشهداء عمل محترم به رؤية، بساطة في الإخراج، بساطة في كادرات الشارع، بساطة في تناول القصة. في يعني في قلة من الإنتاج التونسي السنة دي، وده يحمد ليهم لانه في الازمه الاقتصاديه دي ما حاولوش يعملوا اعمال كثيره. طيب هل ممكن ان استاذ خالد، هل ممكن ان نقيم الان هذه الانتاجات، خاصه انها في ايامها الاولى، لكن لحد الان انت تحدثت عن بعض الاعمال التي ربما تميزت بامور كثيره، هناك اخطاء كثيره، وايضا مواضيع ربما استهلكت بالشكل الكافي وبالطريقه نفسها ايضا، لكن ما هي الاعمال التي نجت وربما صنعت الفارق، كانت مصرية أو عربية بشكل عام؟ يعني المفاجأة السنة دي مسلسل له صدى عراقي، ليلة السقوط، بيتكلم عن الموصل وداعش، و إخراج ناجي طعمي، مخرج سوري مع كاتب مصري مع طارق لطفي كممثل وأحمد صيام ومجموعة من الممثلين السوريين. ده جميل جدا. في عندك الدراما المصرية، في مثلا
مسلسل رسالة الإمام، في طبعا الهرشة السابعة. يعني كريم الشناوي لم نزل نتحسس، ولكن في أعمال سقطت، وخصوصا مثلا محمد رمضان في جعفر العمدة، نفس التيمة نفس المشاكل، حضرة العمدة، استنطاق النجوم بجمل حوارية. طيب هنا أين المشكل سيد خالد؟ هل في كتاب السيناريو والمخرجين الذين يضعون دوما الممثل في دور يجيده دوما ولا يعطون له حرية الاختلاف أو دور جديد لكي يختبروا أداءه في كل مرحلة، أم الممثل الذي دوما يختار ما يساعده وما يساعد شخصيته الأصلية والحقيقية؟ أولا المشكلة في الإنتاج، جهة الإنتاج، هي الإنتاج هو اللي بيموت. أنا ببص على إيه أنت عندنا مثال في سابق رمضان كان فيه نجاحة أعمال وش وظهر وبالطو، في مثلا في مصر مسلسلات بسيطة ولكن بها فكرة. أنا بستقي من الواقع، أنا عايز أكتب مثلا عن العالم الجزائري أو المجتمع الجزائري، لازم الأول أدرسه. للأسف في ظاهرة النجوم الكوبي بيست عندنا في العالم العربي، وهتلاقي الممثل ما يهموش العمل قدر ما يهم هو نجح في شخصية معينة في تيمة معينة، بيعيد تكرارها. ثم أن المنتج رأس المال بيبقى جبان، فأنا عايز أنتج عمل أدر بيه فلوس، وبالنسبة لي ده موسم رمضان وهيعد. ولكن هتلاقي التطور في الرؤية قليلة، يعني مثلا زي حارة الشهداء في الجزائر، مثلا الجبل الأحمر في تونس، في مصر مثلا رسالة الإمام. هتلاقي مثلا هو لما يتناول في الهرشة السابعة مشكلة، لما يتناول في العراق مشكلة زي مسلسل ليلة السقوط، أو حتى يتجه إلى التاريخ أو يتجه إلى الحارة الشعبية. في مسلسلات سورية، العرباجي، النار بالنار، إنتاج لبناني. للأسف برضو حتى في الكويت يعني بيتجهوا برضو، وللأسف آفة الدراما العربية أو الدراما المصرية وتسير على ركبها الدراما العربية للأسف، إلا من نجا أنه بيحاولوا يعملوا حتى في الكوميديا أو السيت كوم نوع من أنواع مسرح مصر، يعني باستعانة بمسرح مصر، بالإضافة إلى البلطجة. يعني تقليد والذهاب دوما إلى الطريق التي نجحت أول مرة، فيذهب كل المنتجون إلى ذلك الطريق والاتجاه دوما. طيب أستاذ خالد، الملفت هذا العام هو ضعف في الأعمال التونسية كما قلت، في الأعمال العربية المشتركة أيضا، مع عودة قوية للدراما السورية وكذا المصرية لخصوصيتها ومحليتها أيضا، وإنتاج غير مسبوق للدراما الجزائرية. يعني لأول مرة يكون فيه إنتاج، نتحدث عن نوعيته، لكن المهم أن يكون إنتاج في الأخير، لما يكون فيه إنتاج يكون فيه ربما تعلم من التجارب السابقة، يكون فيه احتكاك وأيضا أداء للممثلين لكي يختبروا أدواتهم الإبداعية. طيب هل هذا الأمر يحسب للدراما العربية هذا العام؟ يحسب للدراما العربية أنه في تقليل في بعض الدول، في تحسن في الجزائر مثلا أنها تتناول قصص ما فيش فيها نوع من انواع البهرجه في الزينه والشوارع والقصور والكومباوندات والفيلات. يعني مثلا هتلاقي في حاره الشهداء او يوميات عائله مسوس او معظم الدراما الجزائريه والدراما التونسيه بتاخد من المجتمع اللي عايشيه. هي تخطئ وتصيب مثلا في تونس، في مثلا في فلوجة، لأن مجتمع مدارس أطفال مراهقين، تصدير الدراما ليست مؤهلة بأنها تنقل الواقع كما هو، ولكن تحاول معالجة الواقع. وعشان يعني أن أنا أقدم دراما لازم الأول نوع من أنواع التحسين. ما تقوم به الجامعات والمدارس عمل واحد يقوم به أكثر، ولأنه أكثر حضورا وأكثر انتشارا. فللأسف الدراما العربية عموما تقوم بنوع من أنواع الكوبي بيست،
انا بدور على عمل يجذب الجمهور، يعتمد على البلطجة، يعتمد على المخدرات، والذي ينجو اعمال بيحبها المجتمع. يعني هنبص مثلا السنة دي في اعمال تحاول ان تنجو في مصر وفي الدول العربية. الجزائر تطورت هذا العام في الانتاج، زاد الانتاج بتاعها يصل الى 20 عمل ان لم اكن اخطا. تونس عشان الازمه الاقتصاديه قللت، اعتمدت على الكيفيه، الكيف مش الكم. طيب نتوقف عند الدراما ايضا السوريه سيد خالد عاشور. يعني الدراما السوريه رغم الاوضاع ورغم كل شيء خرجت هذا العام من الدراما المشتركه التي ربما كانت فيها لعده سنوات، وربما بحثت عن نفسها أكثر. نرى في أو نتابع في تيم حسن يعود إلى بيئته الأصلية، نتحدث عن عاصي الزند وأيضا العربجي كما قلت قبل قليل، و في النار مش دراما مشتركة، يعني مشاكل السورية اللبنانية بينهم وبين بعض، محاولة لمعالجة المشاكل بطريقة نوع من أنواع العقلانية. يعني للأسف احنا كدراما عربية بننظر من منظور قومي، يعني المصري بيبص للمصرية بتاعته. لا يعني يمكن دلوقتي المنصات، لم نكن سابقا من سنوات نرى دراما تونسية، دراما جزائرية، دراما عربية كثيرة، ولكن الآن مع المنصات ومع الإنترنت وعزوف طبعا المصري مثلا عايز يتفرج على دراما اخرى مختلفه عن البلطجه وعن العنف، الجزائر عايز يتفرج على دراما من عالم اخر. انفتاح توفر هذه المنصات فرصه للانفتاح، وايضا ان لم يتابعها في موسم رمضان اكيد سيتابعها بعدها لانها تستمر في العرض ومتاحه في المنصات. طيب نتوقف عند نقطه مهمه سيد خالد عاشور قبل ان نختم، في ظاهره اخرى انه هناك جدل مستمر ككل عام خلال موسم رمضان، جدل حول المواضيع المختارة التي يتم معالجتها في الأعمال الرمضانية. نتحدث في تونس هناك جدل حول مسلسل فلوجة وهو مهدد بالإيقاف أيضا. تلت الثلاثة هناك جدل فيما يخص النص والفكرة على أساس أنها مسروقة من الكاتبة سعاد مصطفى شاهين، ومعلومات خاطئة أيضا في مسلسل كامل العدد، يعني معلومات سينمائية ومعرفية. برأيك هل كل هذا يستحق الجدل، وهل يخدم هذا الجدل الأعمال أم ينقص من قيمتها؟ لنكن واقعين، أحيانا يبقى الجدل ده متعمد، لأنه في للأسف الشركات المنتجة وخصوصا لما تكون جهة واحدة تتحكم في الدراما هي اللي بتعمل اللغط، هي اللي بتعمل الدوشة بحيث أنه نثير لغط. ولكن المشكلة في مصائب الإخراج ومصائب التاريخية، الدراما المصرية والدراما العربية بالأساس المصرية معتمدة على الاقتباس، ليست مشكلة في الاقتباس. كامل العدد في كان مسلسل سبقه وبيننا معاد، وقبله فيلم عيال عيال اللي مقتبس أصلا عن فيلم أجنبي. طيب أنت بتقتبس، للأسف بتقتبس بسوء، بتستخف بالناس، ما بتقدمش القضايا، أنت بتقدم نوع من أنواع الترف، القصور، الفيلات، ولما بتيجي تقدم المجتمع في الحاره بتقدمه على انه بلطجي. طيب استاذ خالد عاشور، في اقل من 30 ثانيه والوقت يداهمنا، في وقت سابق كانت الاعمال او النجوم هم الذين يصنعون هذه الاعمال، وان وجود نجم معين ذو قيمه فنيه في عمل ما هذا يعني نجاح العمل. هذه المعادله هل تحققت وما زالت مستمره في رمضان 2023 ام سقطت؟ سقطت بكل جدارة، لأنه أنا مش في عصر النمبر 1، مش في عصر النمبر 1، لأن المشاهد العربي الآن أكثر ذكاء، لأنه يشاهد ويتابع عبر المنصات مسلسلات أجنبية، مسلسلات أمريكية، مسلسلات تركية، هذا يدفعه إلى المقارنة. يعني إذا كان مثلا طبعا كمان الاستعانة بمخرجين عرب في دفعة لندن مثلا، ده إنتاج خليجي ولكن بمخرج مصري محمد بكير، فأنت تبص تلاقي الاستعانة بمخرجين توانسة
في إخراج أعمال عربية. لم يعد لا البطل الأوحد هو سر النجاح، وللأسف لا يدرك صناع الدراما هذا. شكرا جزيلا لك الناقد الفني خالد عاشور على هذه التفاصيل وهذه المداخلة، كما أشكركم أنتم مشاهدين على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.